السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في دورة أدوبي إكس دي. طبعا إن شاء الله بهذه الدورة خلال نصف ساعة فقط رح نتعلم برنامج الأدوبي إكس دي من الصفر إلى الاحتراف، ورح نتعرف على جميع الأدوات الموجودة فيه من دون أي نقصان. إن شاء الله بعد هذه الدورة رح نقوم بإنشاء درسين، كل درس رح يكون مشروع كامل، درس تصميم موقع ويب كامل باستخدام الأدوبي إكس دي، ودرس تصميم تطبيق جوال كامل باستخدام الأدوبي إكس دي. طبعا ما هي فائدة برنامج الأدوبي إكس دي؟ نحن بنصمم التطبيق والموقع قبل البدء بعملية البرمجة. مثلا إذا عندنا عميل طلب منا نحن موقع أو تطبيق أندرويد، ممكن نصمم له على الأدوبي إكس دي. طبعا وفي حال عجبه التصميم ممكن نبدأ بعملية البرمجة. الفكرة الرئيسية منه انه هو بيعطيني اليوزر اكسبيرينس واليوزر انترفيس، طبعا بيساعدني ببناء واجهات المستخدم، وايضا بيقدم لي تجربة مستخدم قبل عملية البرمجة، وهذا الشيء طبعا بيختصر وقت كبير على المبرمج، لانه عندما هو بيشوف مثلا تطبيق جاهز فهذا الشيء اكيد عم بيختصر عليه وقت كبير. طبعا ممكن نعمل اشكال مميزة جدا كل ما تتخيله ببرنامج ادوبي اكس دي، ممكن نصمم تطبيقات ومواقع وكل ما تتخيله. رح نبدأ على بركة الله بالتعرف على البرنامج. كيفية تحميل البرنامج؟ أولا أنا رح يكون طبعا رح أحط لكم رابط التحميل بأسفل الفيديو بالديسكريبشن وأيضا بالتعليقات، ممكن تحملوه بشكل مباشر. في حال كنتوا بدكم تحملوه بشكل يعني مانيوال، ممكن تكتبوا على جوجل أدوبي إكس دي داونلود، تمام، وتفوتوا على الموقع الرسمي وتحملوه من هون، أو ممكن من خلال موقع معتز دوت نت، تفوتوا لهون وتروح على البحث وتكتبوا أدوبي إكس دي بهذا الشكل، تختاروا نسخة 64 بت بهذا الشكل. طبعا هذا هو رابط التحميل المباشر للبرنامج، طبعا الرابط رح يكون في وصف الفيديو. بعد ما نقوم بتحميل البرنامج نفتحه بهذا الشكل أدوبي إكس دي، بيظهر عندنا البرنامج بهذا الشكل. طبعا نختار من المقاس الشاشة اللي طبعا رح نقوم بالتصميم، سواء ممكن نختار إذا كان عندنا تطبيق آيفون على سبيل المثال ممكن نختار الجهاز، فهو طبعا عطيني بعض المقاسات الستاندرد. إذا كان أيضا موقع إنترنت أيضا هو عطيني مجموعة من المقاسات الستاندرد، أو ممكن أنا طبعا أعمل مقاس كاستم بهذا الشكل، مثلا نكتب العرض على سبيل المثال 700، والهايت على سبيل المثال 1200 بهذا الشكل. طبعا هي هو الموضوع حسب إرادتك، ممكن تختار الحجم اللي بيناسبك. طبعا عندنا هون مجموعة من الأدوات رح نتعرف عليهم بالتفصيل الممل. خلينا نتعرف على أول أداة واللي هي طبعا الريكتانجل أو المستطيل. طبعا بكفي نضغط بالماوس ونبلش نختار سواء المستطيل بأي شكل كيف بدنا إياه، تمام. ممكن نعمل مستطيل بهذا الشكل، ممكن طبعا نتحكم بطوله وعرضه وكل ما تتخيل. ممكن نعمل له على سبيل المثال تدوير على فكرة من خلال نضغط على أداة السلكت، طبعا هي الأداة اللي بتمسك لنا العناصر اللي نحن قمنا بإنشائها بهذا الشكل. طبعا ممكن نعمل له تدوير، ممكن نتحكم بطوله، ممكن نتحكم بعرضه، ممكن نعمل له حواف مستديرة بهذا الشكل radius للحواف وكل ما تتخيل. ممكن ايضا لو حددنا على الريكتانجل اللي قمنا بانشائه فبيظهر عندنا هو مجموعه من البروبرتي الخاصه بطبعا هي الاداه. اول بروبرتي بنشوفهم فوق طبعا هن خاصين بالمحاذاه، رح نشرحهم بالتفصيل الممل. لو عندي على سبيل المثال ريكتانجل، ريكتانجل ثاني، وريكتانجل ثالث بهذا الشكل، بنحدد على السلكت تنفذ وبنحدد عليهم ثلاثة، ممكن نعطيهم لون من خلال الفيل الموجودة هون عندنا، نعطيهم لون أحمر على سبيل المثال، بنحدد عليهم ثلاثة بهذا الشكل وبنشوف هون شو رح يصير عندنا. طبعا هي المحاذاة الفيرتيكال وهي المحاذاة الهوريزونتال. محاذاة الفيرتيكال طبعا مثل ما شايفين ممكن نضغط بهذا الشكل فبيعمل لي محاذاة للثلاثة من خلال السنتر، ممكن طبعا محاذاة من الطرف الأيسر ومحاذاة طبعا ممكن من الطرف الأيمن. ليتضح معنا الموضوع أكثر لو صغرنا العرض على سبيل المثال لاثنين بهذا الشكل، حددنا على ثلاثة، إذا اخترنا محاذاة من الطرف الأيسر فرح يكون الثلاثة على محاذاة كامل من الطرف الأيسر،
إذا ضغطنا من الطرف الأيمن فراح يصيروا الثلاثة ريكتانجل على محاذاة من الطرف الأيسر، ممكن نختار من المنتصف تماما. طبعا نفس الموضوع بالنسبة للمحاذاة الأفقية بهذا الشكل، ممكن طبعا أعملهم بشكل أفقي حتى يكون الموضوع واضح. خلينا نصغر الحجم بس. أوكي بهذا الشكل. أوكي بهذا الشكل. طبعا عندي ثلاثة بهذا الشكل، بحدد عليهم، بنعمل لهم محاذاة من المنتصف أو محاذاة من الأعلى أو محاذاة من الأسفل بهذا الشكل. طبعا إذا فهمنا أول شريط من البروبرتيز. ثاني شريط على سبيل المثال نمحي طبعا هدول، ما عاد في داعي لهم، بنحدد طبعا بالسلكت على الريكتانجل وبنزيد عرضه بهذا الشكل، بنحطه بالمنتصف. نتعرف على خواص إضافية. عندي هون شيء اسمه ريبيت جريد، لو ضغطت عليه بهذا الشكل ونزلت أنا للأسفل بهذا الشكل، فبنلاحظ إنه عم يقوم بعملية تكرار الريكتانجل. نوقفه من خلال أن جروب جريد، وقف هلا. طبعا صار ممكن يكون عندنا أكثر من ريكتانجل بنفس الخواص، إذا هي بتفيدنا بعملية التكرار إذا كنا عم نعمل شيء وبدنا نكرره نفسه أكثر من مرة. طبعا موضوع تاني لازم نحكي عنه هو عملية الجمع وعملية الطرح وعملية الجزء، طرح الجزء المشترك وعملية جمع الجزء المشترك. هنفهمهم أكثر. رح نعمل طبعا ريكتانجل، ورح نعمل واحد تاني ريكتانجل أيضا. الأول رح أعطيه لون على سبيل المثال من خلال الفيل، رح نمليه باللون الأحمر، والتاني رح أعطيه على سبيل المثال لون أزرق بهذا الشكل. لو حددنا طبعا بهذا الشكل، وضعنا واحد فوق واحد تاني بهذا الشكل وحددنا على الاثنين، في عندي هون مجموعة من الخواص المهمة جدا. أول واحد هو عملية طرح الجزء المشترك بهذا الشكل، طرح لي الجزء المشترك بين المربعين. بنشوف هذا المربع الأحمر وهذا هو المربع الأزرق، بنلاحظ إنه عندي جزء مشترك هو هذا، فبمجرد ما أضغط طرح لي. طيب وعندي عملية أخذ الجزء المشترك فقط، يعني أنا بطرح كل شيء إلا الجزء المشترك، رح يعمل لي مربع أحمر بهذا الشكل هون، يعني الجزء المشترك رح يصير مربع أحمر بهذا الشكل. وممكن أيضا أعمل عملية طرح، يعني أطرح المربع الأزرق من المربع الأحمر. كيف هذا الحكي ممكن يكون؟ من خلال الضغط على هي الخاصية، عملية طرح. وممكن أيضا أجمع المربعين بهذا الشكل. هي الفكرة الأساسية من هي الخواص. طبعا الكلام هذا ما بينطبق على الريكتانجل فقط، انما بينطبق على جميع الخواص. ممكن لو مسحت انا على سبيل المثال الريكتانجل وجبنا دائره حطيناها بهذا الشكل ومليتها على سبيل المثال بلون ازرق على سبيل المثال، ممكن ايضا من خلال اداه السلكت حدد على الاثنين واطرح واحد من الثاني بهذا الشكل. طرحنا من المربع الاحمر الدائره الزرقاء. فهذا الموضوع بينطبق على جميع الخواص. هون طبعا لما بنعمل سيلكت على الريكتانجل بيظهر عندي هون مجموعه من المقاسات. اولا العرض، على سبيل المثال ممكن اغير العرض واعطيه 500 بهذا الشكل، فاخذ عرض 500 طبعا من خلال عمليه دقيقه من الارقام. ممكن اعطيه طول 1000 على سبيل المثال، فصار عندي تمام ريكتانجل عرضه 500 وطوله 1000. ممكن اتحكم بالاحجام حسب ما انا بدي، تمام بهذا الشكل ممكن 200 100 على سبيل المثال بهذا الشكل. ممكن طبعا لما بحدد عليه ايضا مره ثانيه اتحكم بعمليه الروتيشن، ممكن اعمله 45 درجه بهذا الشكل، مائل بنسبه 45 درجه، ممكن اعمله مائل بنسبه 90 درجه بهذا الشكل. طبعا هون عمليه احداثياته على الاكس والواي، ممكن اخلي احداثياته على الاكس 500 واحداثياته على الواي على سبيل المثال 700 بهذا الشكل. هذا موضوع كثير مهم بيفيدنا احيانا. طبعا هون عندي الاوباسيتي بهذا الشكل، ممكن خفف الاوباسيتي لإله وممكن زيد الاوباسيتي، يعني ممكن يصير شفاف بهذا الشكل على سبيل المثال ليتضح معنا اكثر، ليتضح الموضوع اكثر. لو عملنا مربع ريكتانجل ثاني لونه على سبيل المثال ازرق، تمام، مسكنا ايضا اداه السلكت وحطينا المربع الاحمر فوق الازرق، او عفوا بالعكس الازرق فوق الاحمر. طبعا ممكن نتحكم بالطبقات من خلال اللاير، تمام. عندي هون الريكتانجل بهذا الشكل فممكن اتحكم بيناتهم، ممكن استخدم هذا بالاسفل فبصير جميع العناصر فوق، فصار عندي هلا الاحمر فوق الازرق.
طبعا ممكن زيد الاوباسيتي بهذا الشكل، الاحمر فوق الازرق. لما انا بخفف الاوباسيتي فبصير شفاف، فبصير نقدر نشوف الشيء اللي وراه تمام بهذا الشكل، فصار المربع الازرق اكثر وضوحا بهذا الشكل. لو حددنا عليه ممكن طبعا نرجع الاوباسيتي ل100 ونكتشف الخواص الاضافيه الثانيه اللي ما اكتشفناها لهلا. طبعا عندي البوردر، البوردر هو الاطار الخارجي، ممكن اعطيه لون ازرق. طبعا مو واضح، لحتى يصير واضح اكثر رح ازيد عرض الاطار البوردر، اعمل له السايز على سبيل المثال 10 بهذا الشكل، فصار عندي اياه واضح جدا بهذا الشكل. طبعا ممكن اعمل الداش والجاب اتحكم فيه، مثلا ممكن اعمل 10 تمام، فبنلاحظ انه عمل لي اذا خطوط متقطعة بهذا الشكل. ممكن طبعا نزيد الجاب على سبيل المثال، فبنلاحظ عم تزيد المسافة بين المربعات او بين تقطع الخط تمام بهذا الشكل. اما الداش فبزد الخطوط، عدد الخطوط تمام بهذا الشكل، كل ما زدناهم بيزيد طول الخط، كل ما قللناه بيزيد عدد الخطوط تمام. هاي الفكرة الرئيسية من الجاب والداش للبوردر، خاصين بالبوردر طبعا. طبعا لما نحن بنحدد على المربع رح نلغي كل هذا الكلام ونعمل مربع جديد على سبيل المثال، رح نعطيه على سبيل المثال لون أزرق أو أي لون بيناسبنا ما في مشكلة بهذا الشكل. طبعا من خلال أداة السلك بنحدد عليه بشكل كامل ونتحكم فيه. طبعا هون أنا عندي ما يسمى الزوايا، كيف شكلها أنا بدي إياه تمام. يعني أنا ممكن على سبيل المثال أعمل له الريديوس بهذا الشكل، فممكن أعمل له انحناءات كاملة. طبعا هي الانحناءات ممكن نتحكم فيها، طبعا هون 88 لكل انحناء، ممكن أخلي 1 100 على سبيل المثال، 1 50 طبعا بنلاحظ عم يحدد لنا أي جهة. طبعا هون هاد هو الباتوم ليفت بهذا الشكل، ممكن أخليه 0، إذا الباتوم ليفت 0. هاد ممكن خلي على سبيل المثال هاد اللي هو طبعا توب رايت، يعني توب رايت هو هاد أعلى يمين، ممكن خليه أيضا 0 بهذا الشكل. فممكن هون اتحكم بالبوردر مثل ما بدي، وممكن طبعا يدويا من خلال الدوائر الصغيرة اللي شايفينها بهذا الشكل. طيب إذا بدي اتحكم بكل دائرة على حذاء بضغط Alt Shift وببلش، وأنا طبعا مستمر بالضغط، ممكن واحد واحد اتحكم فيهم بهذا الشكل. ممكن نعمل ورقة أشجار بهذا الشكل على سبيل المثال، شكل ورقة شجر تمام بهذا الشكل، موضوع كثير بسيط. أيضا شو عندنا خواص ممكن نتعرف عليها؟ طبعا عندي الشادو، الشادو أغلبنا بيعرف شو هو طبعا. خلينا مثلا نعمل له شادو لون أحمر على سبيل المثال بهذا الشكل. لو حددنا عليه ونزلنا على الشادو ممكن نتحكم بالإكس بهذا الشكل، فصار عندي شادو خفيف لون أحمر، وعلى الواي أيضا ممكن أيضا شادو خفيف لون أحمر. وممكن نتحكم أيضا بعملية البالر للشادو، طبعا هنختار لون أكثر وضوحا، رح أزيد نسبة خليه ما يكون شفاف أبدا بهذا الشكل يكون واضح. طبعا ممكن نتحكم بالبالر بهذا الشكل، عملية البالر للشادو ممكن نخففها وزودها. طبعا بالنسبة للواي كل ما زودها بيزيد طول الشادو من الأسفل، وكل ما زيده من الإكس إذا بيزيد أو بيتجه للمنطقة اليمنى أكثر تمام. ممكن أيضا قلله بهذا الشكل أو خليه أعمله انزياح سالب بهذا الشكل للمنطقة اليسرى. فينا نتحكم بكل هاي الأمور بالتفصيل، المهم الموضوع كثير بسيط وما في أي تعقيد. طبعا ممكن نلغي هذا الكلام ونتعرف على الخاصية الثانية واللي هي طبعا الدائرة. طبعا الخواص اللي أنا ما شرحتها هلأ رح أشرحها بالتفصيل الممل بباقي المقطع، تركها لوقتها يعني. هلا رح نعمل دائرة بسيطة. طبعا لما بنعمل دائرة بيطلع لي نفس الخواص الخاصة بالريكتانجل، نفس الموضوع تماما، ممكن نعطيها لون، ممكن نعطيها باردر، كل الخواص اللي حكيناها بالنسبة للريكتانجل بتنطبق على الدائرة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. طبعا نفسها ايضا بتنطبق على المثلث، نفس الخواص تماما، بكفي نحن نشرحهم لوحده، والخواص نفسها اللي شرحناها للريكتانجل بتنطبق على الدائرة والمثلث بهذا الشكل. لو حددنا طبعا المثلث لوحده ممكن نغير اتجاهه، بس هي فكرة بهذا الشكل. ممكن طبعا نعمل فيه كل ما نتخيل، هي له خواص نفسها بالضبط. طيب خلينا نتجه هلا للخطوط المستقيمة، خط بهذا الشكل بنحدد، طبعا ممكن نعمل خط ثاني بهذا الشكل متصل فيه تماما، طبعا خط ثالث بهذا الشكل متصل بهذا الخط تمام. نقدر نعمل الشكل اللي بدنا اياه من خلال الخطوط المستقيمة.
بعد ما نحدد على ثلاث خطوط ممكن نعمل عليهم تحديد بهذا الشكل، وبالزر الأيمن بنعملهم جروب واحد بهذا الشكل. طبعا جروب ممكن نقدر نتحكم فيه ونغيره بكل ما نتخيل، ممكن نزيد العرض طبعا بهذا الشكل، كل ما تتخيل ممكن تقدر تعمله. بهذا الشكل نقدر نمسكه، نمسك الثلاث خطوط بعد ما عملناهم جروب بهذا الشكل ونحركهم، ممكن نصغر فيهم، ممكن نكبر، وكل ما نتخيل بهذا الشكل. طبعا نمحيهم ونتجه للأداة اللي تعتبر من أهم الأدوات، البين تول. البين تول هي أكثر أداة طبعا بنشوفها بالمواقع نحن وبالتطبيقات المصممة باستخدام طبعا البرامج، حتى نحن بنعملها يعني بشكل كبير كثير. على سبيل المثال هي أداة بنقوم بالضغط، إذا عملنا خط مستقيم بهذا الشكل تمام، ممكن نعمل له انحناء بهذا الشكل على سبيل المثال، نعمل خط ثاني وخط ثالث. طبعا كل خط أنا عملته على سبيل المثال ممكن نعمل نسكره بس بهذا الشكل، أوكي، ونعطيه لون. طبعا هذا هو الشكل اللي عملته أنا بأداة البين تول. شوفوا كيف ممكن نتحكم، ممكن أنا نضغط على السلكت تول نحدد على كل نقطة باللي عملنا، كل نقطة نحن عملناها بالبين تول ضغطتين نقدر نتحكم فيها بشكل تموج بهذا الشكل، بشكل موجي على سبيل المثال. ممكن نحدد على هاي تمام بهذا الشكل فنتحكم فيها مثل ما بدنا بالضبط بهذا الشكل على سبيل المثال. طبعا كتير بنشوف هيك أشكال بالتطبيقات والمواقع، ممكن أنت بس بحاجة إنك تدرب إيدك بشكل كبير على هاي الأداة تمام مثل ما شايفين بهذا الشكل. طبعا أثناء الضغط عليها لفترة طويلة أوتوماتيكيا بصير يعطيني إياها بشكل منحني، أما الضغط عليها بشكل بسيط بهذا الشكل بتلاحظ إن هي خطوط مستقيمة، لما بضغط عليها لفترة مطولة بقدر أتحكم طبعا بعملية الانحناء فيها. وحتى لما أنا بنتهي ممكن باستخدام أداة السلكت اقدر احدد على اي دائره عملتها انا بالبين تول واقدر اتحكم فيها بهذا الشكل تمام، ضغطتين وبتحكم فيها بهذا الشكل على سبيل المثال. فبقدر اعمل اي شكل مهما كان معقد من خلال اداه البين تول بهذا الشكل. اوكي ممكن احرك فيها مثل ما بدي، اوكي بهذا الشكل. طبعا ممكن نعمل اي شكل نحن بدنا اياه، ممكن نروح أعطيه لون بهذا الشكل، ممكن نعمل أي شكل نحن بحاجته من خلال أداة البين تول اللي طبعا تعتبر من أهم الأدوات الموجودة ببرنامج الأدوبي إكس دي. نمحي هذا الكلام كلياته ونتعرف على أداة جديدة وهي أداة التكست. التكست بكل بساطة بنعمل المكان اللي نكتب فيه التكست بهذا الشكل ونكتب على سبيل المثال وائل، وائل بهذا الشكل. طبعا هذا التكست بمجرد ما نحدد عليه طبعا بنروح بنشوف عنا هون نوع الخط، نوع الخط شو هو، ممكن نختار اي نوع بيناسبنا، نختار على سبيل المثال هذا النوع، بنختار هون حجم الخط ممكن بهذا الشكل نكبر ونصغر تمام بهذا الشكل، وممكن ايضا نختار هون الخط هل هو ايتاليك او طبيعي ريجولر تمام، وجميع هاي الخواص ممكن طبعا نتحكم فيها من هون، او بولد سمي بهذا الشكل. ممكن أيضا نختار محاذاة بالمنتصف أو على اليمين أو باليسار ضمن النطاق اللي نحن عملناه للتكست. طبعا ممكن طبعا لما بضغط على هاي الأداة ممكن أتحكم بحجم الخط يدويا بهذا الشكل، هاي نقطة كتير مهمة. طبعا أثناء الضغط على الخط ممكن أتحكم فيه يدويا بهذا الشكل، طبعا لما بضغط عليه ضغطتين ممكن أعدله، ضغطة واحدة ممكن اتحكم بحجم، هاي نقطة مهمة كثير. شو عنا خواص ايضا؟ عنا خواص ممكن اتحكم بي طبعا عملية طريقة الكتابة، هل الكلام كلياته بالاحرف الكبيرة؟ هل هو بالاحرف الصغيرة؟ هل هو بطريقة اول حرف كبير وباقي الاحرف صغيرة؟ تمام كل هاي الامور. طبعا هاي الافكار هلا رح نشرح هاي الامور الثانية بشكل سريع كثير. لو عملنا على سبيل المثال A وحطينا بعدها B تمام، حددنا على البي تمام بهذا الشكل، اوكي بهذا الشكل، ورحنا لهون وعملناها بهذا الشكل فصارت البي تمام بشكل صغير جدا بالاسفل، او ممكن نعملها بهذا الشكل. طبعا هاي الامور بتستخدم اكثر شيء بالعمليات الحسابية
تمام، ممكن تستخدم انت بالشيء اللي بيناسبك. ممكن اعمل طبعا خط اندرلاين تحت الحرف، وممكن طبعا اعمل خط بمنتصف الحرف تماما. هاي الامور كلها ممكن تتحكم فيها من هون. ممكن طبعا اتحكم بشفافية التكست، وطبعا بلون التكست، وطبعا بالبوردر للتكست. كل هاي الامور ممكن اتحكم فيها لو كبرنا من خلال السنتاكس باد الخاصة باللابتوب. نلاحظ انه عمل لي فعلا بوردر، حددنا عليه مرة ثانية، حدث على البوردر. طبعا رح نزيد حجم البوردر ليكون الموضوع واضح بهذا الشكل. نلاحظ انه عمل لي بوردر فعلا للاحرف بهذا الشكل. وممكن طبعا اعطيه الشادو، وكل الامور اللي شرحناها سابقا ممكن نطبقها ايضا على التكست. نمحي التكست ونتجه لاخر اداة، واللي هي طبعا او قبل الاخيرة طبعا، هي الارت بورد. الارت بورد فكرتها هي طبعا صفحات، حنشرحها بالتفصيل المهم. طبعا لو صغرنا بهذا الشكل، طبعا كل صفحة هون عندي اياها في ساحة العمل او بالورك سبيس نحن بنسميه ارت بورد. لو حددت على الارت بورد وضغطت هون ضغطة واحدة فبيعطيني ارت بورد مباشرة بهذا الشكل. لو ضغطنا مرة ثانية اعطاني طبعا بيج ثانية بهذا الشكل. كل بيج انا ممكن اتحكم بعرضه تمام وطوله، طبعا هي اسمها هون ارت بورد بهالطريقة. ممكن احدد على الثاني انا بهذا الشكل من خلال داتا سيلكت، كما اتحكم بطوله وعرضه. شو هو الارت بورد؟ الارت بورد هو مثل، فينا نعتبره مثل صفحات، حاشرحها بالتفصيل. حنعمل مثال بسيط عليها. لو حددت على هذا الارت بورد هون ممكن نزيحه بهذا الشكل. الارت بورد هذا كمان ممكن نزيحه، زيد عرضه شوي بهذا الشكل. طبعا اول ارت بورد رح اعمل فيه على سبيل المثال ريكتانجل، رح اكتب فيه على سبيل المثال بيج 1 بهذا الشكل، ورح اعمل طبعا نحدد عليه بهذا الشكل، ونعمل ريبيت التكرار، واعمل واحد ثاني مثل بالضبط، وارجع على الثاني بحدد بهي الاداه ضغطتين لهون، ورح اعدل كلمه 1 بكلمه 2 على سبيل المثال. تمام، هاي طبعا رح تكون البيج 1، فرح اعمل مربع كبير فيها بهذا الشكل، او خلينا نقول ريكتانجل كبير، هأدى بشكل كامل واعطيه على سبيل المثال لون احمر. تمام، طبعا رح اعمل كنترول سي كنترول في، رح انقله للمنطقه هاي بهذا الشكل، واعمله على القد تماما بهذا الشكل، او حتى لو اصغر بشوي ما في مشكله، هغير لونه للون الازرق. تمام، انا عندي على سبيل المثال صفحه رئيسيه وعندي صفحتين فرعيات، واحده لونها احمر وواحده لونها ازرق. كيف ممكن انتقل من هاي الصفحه لهي الصفحات؟ الفكره الرئيسيه ممكن استخدم البروتوتايب، بمجرد ما اضغط على العنصر اللي انا بدي اعمل الانتقال من خلاله ممكن احدد عليه بهذا الشكل. حدد طبعا على البيج، على طبعا التكست الثاني، وخليه ينقلنا على هي الصفحه تمام بهذا الشكل. لو شغلنا هلا بهذا الشكل البرنامج، بنضغط بيج 1 اخذني على الصفحه الاولى. تمام، لو رجعنا عدناها مره ثانيه ضغطنا على البيج 2 راح ياخذنا على الصفحه الزرقاء طبعا، واللي هي البروتوتايب. لما انا حددت عليها بنلاحظ عمليه البروتوتايب، البيج 1 بينقلنا على هي الصفحه، والبيج 2 بينقلنا على هي الصفحه. ممكن طبعا انا اعمل الاثنين ينقلونا على الصفحه الاولى تمام بهذا الشكل. نشغل بهذا الشكل، نشغل مره ثانيه بهذا الشكل، صار الاثنين ينقلونا على الصفحه الاولى، لانه الاثنين عمليه البروتوتايب فيهم تتجه للصفحه الاولى. طبعا لما بنحدد بهذا الشكل بنلاحظ انه عمليه التاب، عملية الانتقال عم تتم من خلال الضغط. طبعا ممكن أنا أغيرها، ممكن خليها عن طريق الصوت. عملية الانتقال ممكن تكون عن طريق مثلا كي، ممكن أنا أنتقل عن طريق الكي على سبيل المثال. لو راح عملنا كي فرح يطلع لي أدخل طبعا مفتاح من الكيبورد أو الكي من الكيبورد، رح أدخل كيو على سبيل المثال. لو رحنا شغلنا البرنامج هلا، بمجرد ما أضغط على كيو رح ياخذني على الصفحة هي. تمام، هي الفكرة الرئيسية من هي الموضوع. ممكن طبعا انا اغيرها واعملها عن طريق الصوت او عن طريق الدراج، عن طريق الدراج او عن طريق الصوت. طبعا ممكن تجربوها، عمليه كتير بسيطه. طبعا الارت بورد مو فكرته بس طبعا انه انا ممكن اعمل اكثر من بيج اتحكم فيها، لا، الموضوع اكبر من هيك بشوي. مثلا على سبيل المثال ممكن انا طبعا عم بعرض انا الموقع عندي والتطبيق كيف راح يكون شكله. فطبعا انا بمجرد ما اضغط على الارت بورد بهذا الشكل بيعطيني هون مجموعه من طبعا الاحجام الستاندرد. ممكن مثلا اعمل على سبيل المثال هون موقع انترنت، هيك رح يكون شكله. تمام، ممكن اعمل ارت بورد اضافي ايضا بهذا الشكل،
ولكن ثواني رح اغير فيه، ممكن اختاره ايفون، شكله بالايفون هيك تمام، يعطيني حجم الايفون واعطاني حجم موقع الانترنت. طبعا لو لغينا هي، ممكن مثلا انا اذا على سبيل المثال عم بعمل موقع انترنت وعم بعمل تطبيق، اعرض كيف رح يكون شكله بالموقع تمام، واعرض كيف رح يكون مشروعي ايضا بالتطبيق، يعني مشروعي كيف رح يكون شكله من خلال موقع الانترنت وكيف رح يكون شكله من خلال التطبيق. كمان هي فكرة ممكن بتفيدنا من خلال الارتبورت. طبعا اخر العناصر اللي رح نشرحها حاليا، واللي هي طبعا اللاير، واللي هي طبعا من حقيقة من الامور المهمة جدا. اللاير لو عندنا على سبيل المثال ريكتانجل بهذا الشكل، وعندي ريكتانجل تاني، واحد لونه على سبيل المثال احمر والتاني على سبيل المثال لونه ازرق بهذا الشكل، او اي لون يعني ما في مشكلة، واحد لونه ازرق واحد لونه احمر. طبعا بنلاحظ انه الاحمر فوق الازرق، طيب كيف انا بدي اخلي الازرق فوق الاحمر على سبيل المثال؟ طبعا هي نظام الطبقات، ممكن اعمل ريكتانجل 1 فوق الريكتانجل 2، طبعا انا عفوا ما عملناهم بهذا الشكل، بنحركهم بهذا الشكل تمام، فصار الواحد فوق الاثنين، فبالتالي صار طبقة هي اعلى من الطبقة اللي قبلها. طبعا اللي بيعرف فوتوشوب بيعرف هي المواضيع تماما، هو نظام طبقات اللاير ممكن نتحكم فيها من هون. طبعا هلا رح ننتقل لموضوع مهم كثير، وانا بعتبره من اجمل الامور الموجوده ببرنامج الادوبي اكس دي، واللي هي طبعا الاسس. طبعا بتختصر علينا وقت كبير جدا جدا جدا، رح نشرحها بامثله عمليه. لو عملنا على سبيل المثال تكست تمام، هذا التكست طبعا فيه مجموعه من الخواص، لنعمل وائل ابو حمزه، طبعا اللون احمر مثل ما شايفين، ولح اعمل له طبعا بوردر ازرق يعني بهذا الشكل، البوردر ازرق. طبعا رح ازيد السايز تبع البوردر بهذا الشكل يعني نوعا ما مقبول، ورح اعمل طبعا الخط خلينا نعمله مثلا ايتاليك بهذا الشكل، طبعا نوع الخط رح يكون بهي الطريقه تمام. اعطيته انا مجموعه من الخواص، انا هي الخواص بدي احفظها، كيف ممكن احفظ هي الخواص؟ قال بكل بساطه نحن لنحفظ هي الخواص بنحدد عليه تمام بهذا الشكل، وبنروح بنضغط على الكاركتر ستيل، فكل خواص هذا الخط انحفظت هون. فإذا أنا هلا على سبيل المثال قمت بإنشاء طبعا ثلاث مجموعة من الكلمات على سبيل المثال بهذا الشكل، طبعا ممكن أغير خواصها بس توضح الفكرة، نعطيها مثلا لون أخضر، نعطيها على سبيل المثال حجم خط 50، نعطيها مثلا نوع الخط على سبيل المثال خلي ريجولر ما في مشكلة. طبعا ممكن نغير نوع الخط خلينا بهذا الشكل تمام. أنا طبعا هون أعطيتها مجموعة من الخواص، طيب انا كيف مثلا ممكن اعمل هذا الخط نفس خواص الخط اللي عملته من قبل؟ انا مخزن طبعا هون خواص الخط السابق، فبكل بساطه انا بس بكفي احدد عليه بهذا الشكل واضغط على طبعا خواص الخط اللي حفظته انا، فراح يعمل لي طبعا نفس خواص الخط اللي عملته سابقا. اذا انا الخواص هذا الخط ممكن استعملها على اي خط ثاني موجود عندي او اي تكست ثاني موجود عندي بالمشروع، يعني مثلا لو كان عندي مجموعة من طبعا التكست مثلا بالمشروع بهذا الشكل على سبيل المثال تمام، وبدي أعطي هاي الخطوط طبعا خواص الخط هذا، ممكن بس بهذا الشكل كل واحد نحدد عليه بهذا الشكل وأعطيه الخواص تمام، حدد عليه بهذا الشكل وأعطيه الخواص. فإذا كل هاي الخطوط أخذت نفس الخواص اللي أنا حفظته. ايضا ممكن احفظ هذا الكلام، يعني بس لاوضح الفكره اكثر، يعني ما رح نستخدم غير النصوص، شغله ثانيه حتى يكون الموضوع اكثر وضوحا. لو عملنا على سبيل المثال دائره، طبعا هي الدائره اعطيتها على سبيل المثال لون اخضر وليكن تمام. انا كيف بدي احفظ هي الدائره لاستخدمها بكل مكان عندي بالمشروع؟ ممكن احفظها ككومبوننت، يعني هلا لو مسحتها انا ممكن استخدمها مباشره من هون ككومبوننت جاهزه تمام، احسن من انه كل مره ارجع اعيد الكلام. هي الفكرة الرئيسية من موضوع الكومبوننت. طيب صفى الكلر اللي هو أبسط واحد فيهم، طبعا لو جبنا هذا الكومبوننت على سبيل المثال ممكن أحفظ اللون تبعه تمام، حفظ لي اللون الأخضر فيه، فلو مسحته أنا عملت مربع على سبيل المثال ممكن أعطيه نفس اللون الأخضر هون لأنه محفوظ عندي تمام. هي هي فكرة الأسيست، طبعا كتير مفيدة لإلنا لأنه بتختصر وقت كبير. طبعا صفى عنا امر كتير مهم، يعتبر ايضا من الامور المهمه جدا 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 ببرنامج ادوبي اكس دي، واللي بيختصر علينا وقت بشكل ما طبيعي، اللي هو طبعا اليو اي كيت. اليو اي كيت بمجرد ما نروح على هي القائمه جيت يو اي كيت بهي الطريقه، فعم يظهر عندي ابل ماتيريال ديزاين مايكروسوفت، طبعا هي اليو اي كيت المشهورين جدا، وممكن طبعا نتعرف على يو اي كيت
عديده. بمجرد ما نضغط على المور يو اي كيت بنروح طبعا على جوجل كروم، بنلاحظ انه فتح لي طبعا هي البيج. طبعا ممكن حمل منها اي مكتبه انا بعزتها، اي يو اي كيت ممكن انا بعزته. طبعا انا حملت واحد اختصارا للوقت، لو رحنا على الهون انا حملت طبعا ماتيريال ديزاين كيت، لو ضغطنا عليه ضغطتين بهذا الشكل طبعا عملنا ريبليس. بنلاحظ انه ظهر عندي اليو اي كيت بهذا الشكل، وهو فعليا ما هو الا عمليه اسيست مخزنه سابقا. تمام، يعني ممكن انا استفيد من كل هاي العناصر وتكون عندي اياها جاهزه ككومبوننت وكايكون وككل هذا الكلام، احسن ما اني اجي اعمله بايدي انا من الصفر. تمام، هي الفكره الرئيسيه من اليو اي كيت. لو كبرنا على سبيل المثال بنلاحظ انه طبعا مكتبه الماتيريال ديزاين هي مكتبه شهيره جدا بتصميم تطبيقات الاندرويد. لو رحنا بهذا الشكل فبنلاحظ هون انه انا عندي باتون جاهزه ممكن اني استعملها بشكل اوتوماتيكي، ممكن احدد على البطن واحركها واستعملها عندي بالتطبيق. طبعا هي ايضا موجوده ككومبوننت هون بهذا الشكل. طبعا بهذا الشكل بنكون تعرفنا على جميع خواص برنامج الادوبي اكس دي. طبعا بتمنى الدرس يكون نال اعجابكم. طبعا بالدروس القادمه ان شاء الله، تحديدا الدرس القادم رح يكون انشاء مشروع كامل باستخدام برنامج الادوبي اكس دي. بتمنى الدرس يكون نال اعجابكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.